يا شيخ، بس السؤال الأخير يا شيخ، في كتاب ثاني أحسن الله إليك اسمه ذم الأرجاء وبراءة أهل العلم والحديث منه والرد على من رماهم به، لرجل اسمه خالد بن عبد الرحمن المصري. هذا يا شيخ يقول أنه تارك شيخ المصري والجزائري وهالطقات ذي اتركهم عنك، ذولا متعالمين ويأخذون علمهم عن بعضهم بعض وخلوا المذهب هذا، كلهم جماعة واحدة. حتى الشيخ صالح ما يتقول على الشيخ بن باز بن عثيمين يقول انهم اتفقوا كما سبق بيانه ان من لم يكفر بترك عمل الجوارح قوله هذا قول من اقوال اهل السنة لا يخرجه عن اهل السنة بمقولته تلك. لولا ما يخرج بضاعتهم الا بالكذب، يعتمدون على الكذب، الكذب على الناس والكذب على الرسول، يريدون يروجون مذهبهم الباطل. الله يجزاك الجنة ويطيل عمرك والله يا شيخ، اسأل الله ان يطيل عمرك يا شيخ صالح. والله يا شيخ انك احسن الله اليك، والله يصد باذن الله يوجه هؤلاء المبطلين. الله يكفينا شر وحين عليهم. الله يغفر لك. امان الله يا شيخ. امان الله. السلام.